الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعمة البداية أن نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نمتثل في ذلك القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم وهديه إلى يوم الدين. الحقيقة مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن نذكر كل خير، وهو كله خير صلى الله عليه وسلم. في طفولته وفي شبابه وفي نبوته وبعثته صلى الله عليه وسلم نذيرا وبشيرا إلى الناس، فهو في طفولته يمثل نموذج الحب الذي إذا ما رأيته أحببته. ولذلك حتى في أثناء طفولته الأولى عندما أقبلت عليه حليمة السعدية لأجل أن تأخذه للرضاعة، انغرس حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبها، وصار أحب إليها من أولادها، مع أن المستقبل لم يكن معلوما بعد، لكنه حب إلهي. كل من يلقي نظرة على هذا الطفل الجميل الحليم يحب هذا الطفل صلى الله عليه وسلم. وعندما يلعب مع الأولاد وهو في طفولته يحبه الأولاد ويحبه الآباء وتحبه الأمهات ويحبه المجتمع تحبه البيئة التي حوله. ولذلك كان نموذجا لهذا الطفل المحبوب صلى الله عليه وسلم في طفولته التي لم يكن من ورائها شيء بعد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وهو يلهو مع الأطفال ويلعب، إنما كان لاعبا في حيز المباح، حيز المشروع. أما عندما ينتقلون إلى لهو يخرج عن الجادة وهو ما زال طفلا، فإن الله يلقي عليه النعاس وتأخذه سنة من النوم. هنا الرعاية الإلهية، فهنا الرعاية الإلهية تربيه شيئا فشيئا، وتلقي في قلوب الناس هذه المودة وهذا الحب له صلى الله عليه وسلم. ثم عندما يصير شابا فتيا قويا يصير بين الناس صادقا أمينا، فتأتي صفة الرجولة وتأتي صفة الشموخ لدى هذا الشاب الذي لم يفتأ بعد أن يكلفه الله سبحانه وتعالى بالرسالة المحمدية، فيكون صادقا أمينا معروفا بين الناس هكذا. وهذا درس كان ينبغي أن يكون هو المحرك لأولئك أهل قريش وكبار قريش، أن يكون المحرك لقبول رسالة محمد، لأنهم ما جربوا عليه كذبا قط، وما جربوا عليه إلا صدقا في كل قول يقوله وفي كل فعل يفعله. فهل جربتم عليه كذبا قط؟ لا. إذن لماذا لا تتبعون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابنكم ومن أنفسكم؟ لماذا